عايز اقول لحضرتك ان في مسلسل التسويف، مسلسل ان شاء الله هيحصل كذا، كل ما بتتزنق الحكومه دي بتبدا تسوف لنا. وانا استعرضت معاك الاسبوع اللي فات كم كبير من التسويفات، ولكن النهارده هفكرك ان سنه 2019 مصطفى مدبولي قال لنا ان سنه 2023 مصر هتحقق الاكتفاء الذاتي من كل المواد البتروليه. يعني المفروض ان احنا من سنه نبقى عندنا اكتفاء ذاتي من البنزين والسولر والغاز والجاز وكل حاجه. افكرك بكلام مصطفى مدبولي وبعدين ترجع عشان افكرك بالواقع اللي احنا فيه. 10.9 مليار دولار، وبلغ اجمالي الانتاج من الغاز الطبيعي حوالي 4562 مليار قدم مكعب متوسط معدل نمو بلغ 28%. حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز لمختلف قطاعات الدولة. تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 2.3 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 15% عن الأعداد المخطط تنفيذها، علما بأنه تم توصيل الغاز لنحو 141 منطقة سكنية جديدة لأول مرة منذ بدء العمل ببرنامج عمل الحكومة الحالي. والأهم إن شاء الله بحلول عام 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي بالكامل من المنتجات البترولية. لن نستورد بعد 2023 أي. طيب، يبقى هو مصطفى مدبولي في العهدة الأولى في وزارته الأولى في 2019 قال لك احنا حققنا الاكتفاء الذاتي في الغاز، وبعد أربع سنين اللي هو بعد أربع سنين هو في 2023 هنحقق الاكتفاء الذاتي في كل الوقود، مش هنستورد بعد كده أي وقود من بره. احنا دلوقتي بعد 23 بسنة، احنا في 2024، وهقول لك مثلا ان احنا دلوقتي عندنا عجز في البنزين عشان احنا بنجيب بنزين من بره زي ما احنا، وبنجيب مازوت زي ما احنا، وبنجيب سولار زي ما احنا، والغاز اللي كان عندنا فيه فائض واكتفاء ذاتي بقينا بنجيبه من بره. وده يعرفك قد ايه انت عندك حكومه لا بتفهم ولا بتخطط ولا بتقول لك الحقيقه. شوف معايا دلوقتي اهو الخيبه اللي احنا عايشين فيها. رئيس الوزراء نفس رئيس الوزراء بس في العهده الثانيه مش في العهده الاولى، بيقول لك مصر تعاقدت على شحنات وقود لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف. يبقى الكلام اللي قاله الدكتور مصطفى مدبولي من أربع سنين كان في الهجس، كان كلام فاضي، كان زي ما بيقولوا في المثل كلام الليل مدهون بزبدة بيطلع عليه النهار بيسيح. طيب، النتيجة إيه يا فندم؟ النتيجة زي ما بتقول لنا الأهرام، تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، وبيع مصر مستمر. وتعالى شوف معايا البيع مستمر ازاي. ثلاث أخبار أهم. أول خبر 11 يوليو 2024، برنامج الحكومة الجديد، مصر تدرس مبادرة الديون بمشروعات استثمارية. 11 يوليو 2024، مصر تخطط لإنشاء لجنة تصفية الأصول لجمع 25 مليار جنيه. وفي نفس اليوم الحكومة بتقول لنا حصيلة برنامج الطروحات بلغت 5.8 مليار دولار ومستمرون فيه. طيب، فشل حكومي في إدارة المشهد الاقتصادي. المشهد الاقتصادي مش ماشي بخبراء اقتصاديين ولا متخصصين، المشهد الاقتصادي في مصر ماشي بعقلية عبد الفتاح السيسي ومعاه واحد بيطوعه في كل حاجة بيقولها اسمه مصطفى مدبولي. ده وصلنا لمرحلة ايه؟ وصلنا لمرحلة فشل الدولة ومرحلة تراكم الديون، وانعكاس ده على حضرتك.